نروح ل كره السله رجال. طبعا الحمد لله يعني تخطينا عقبه نادي الزمالك وتاهلنا لدور النهائي لملاقات نادي الاتحاد. بالمناسبه احنا لعبنا نادي الزمالك والكل تابع المباراه، كبار وصغيرين، مرتبط وكبار، وفزنا في الاربع جولات سواء على مرتبط او على الفريق الكبير. فزنا الحمد لله 4-0 في مجمل المباريات. المباراه القادمه ان شاء الله هتكون مع نادي الاتحاد السكندري باذن الله يوم الثلاثاء القادم الساعه 7:30، اول جوله لينا مع الاتحاد السكندري، وهيكون الساعه 1:30 ان شاء الله مباراة المرتبط بإذن الرحمن. كل التوفيق طبعا. ولكن هنا أنا عايز أتوقف شوية على الأحداث طبعا اللي حصلت في مباراة طبعا كرة السلة الأهلي والزمالك. ولكن احنا طبعا شفنا الأحداث اللي حصلت، وطبعا تم استبعاد الاثنين مدربين سواء مدرب نادي الزمالك أو نادي الأهلي، وحصل لغط كبير. يعني انتوا لو في منكم متابع لصفحات كرة السلة وصفحات المهتمة بكرة السلة على السوشيال ميديا، هتلاقوا في لغط تحكيمي حصل. طب ده يستحق، لا تكنيكال فاول ده على الجمهور مش على الوفد المرافق. يعني في حاجات لغط تحكيمي كنا محتاجين نعرف الحقيقة من باب التعلم، من باب ان احنا نعرف، لان ده حاله الحقيقه اول مره تحصل في ملاعب كره السله. انا بلعب بقالي حوالي يعني لعبت حوالي 25 سنه ومتابع دلوقتي كره السله 15 سنه كمان، فالحقيقه يعني انا بلعب وانا عندي 10 سنين ما شفتش الحاله دي. فطبعا عشان نعرف هل الطرد ده كان صحيح، اللائحه بتقول ايه، لازم يكون معانا خبير في التحكيم. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم يعني خبير التحكيم كابتن محمد شديد، يعني رجل غني عن التعريف، رجل يعني طبعا يعني حكم دولي سابق ومراقب دولي. وطبعا دي جزء من اللائحه احنا هنجيبها لحضراتكم، ولكن كابتن محمد شديد ولا ينبئك مثله خبير. هذا الرجل ليه باع كبير في التحكيم ورئيس اللجنه الفنيه بمنطقه القاهره. وطبعا هو معانا عبر الهاتف. كابتن محمد ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا كابتن هيثم. ازاي حضرتك؟ وحشنا جدا، واحنا عارفين حضرتك خارج مصر. فين اجمل فرق ساعتين. انا عارف حضرتك في دبي دلوقتي، بس طبعا يعني انا يعني نثق في حضرتك جدا في الناحيه التحكيميه. حضرتك اكيد تابعت مباراه الاهلي والزمالك، وطبعا حالات استبعاد الاثنين مدربين نتيجه 3 تكنيكال فاول على الجمهور او على الجمهورين. راي حضرتك من الناحيه الفنيه التحكيميه، هل هذا قرار صائب ولا اللائحه بتقول حاجه ثانيه يا كابتن محمد؟ اتفضل. اولا من ناحيه زي ما حضرتك قلت، انا هاخد بس ثانيتين من اخر كلام حضرتك ان دي اول مره تحصل في كره السله. نعم. اللي ترد الاثنين مدربين. نرجع لموضوعنا. انا مش هتكلم كلام محمد شديد، انا هتكلم كلام الاتحاد الدولي الفيبا. بيقول ايه؟ اولا بيقول ان ما فيش حاجه اسمها أخطاء فنية على المدربين، والقانون نفسه بيقول مفيش أخطاء فنية على المدربين. خدت بال حضرتك؟ نعم. على سوريا على الجمهور. نعم نعم. الفيبا مفيش حاجة فيه إن في أخطاء فنية على الجمهور. نعم. لكن الفيبا قال إن لو في لائحة كويس. نعم. يبقى اللائحه دي تعتبر زي القانون تنفذ. اللائحه بقى بتقول ايه؟ بالصفه دي كنت عضو لجنه مسابقات الاتحاد المصري سابقا. اللائحه بتقول ايه؟ بتقول اذا في سوء سلوك من الجمهور فمن حق الحكم انه يدي خطا فني على الجمهور. نعم. طيب الحكم ادى خطا فني على الجمهور خطأين والثالث واتطردوا. طيب هنا بقى هنشوف، رغم ان القانون ما فيهوش على الجمهور لكن اللائحه بتقول كده، يبقى الحكام نفذوا اللائحه. نعم. زي ما قالت الفيبا اي لائحه للاتحادات الاهليه تنفذ اكنها زي القانون. نعم. كويس؟ طيب هنا في نقطه، اللائحه ما قالتش هل نمشي بيت القانون، يعني في ماده في التشاجر بتقول عناصر اللعبه يعتبروا ان هم دول اذا حسب خطا فني على المدرب على الجمهور يتحسب على المدرب، بس في دايره ما تحسبش من ضمن الاخطاء اللي هي بتطرد المدرب. نعم. طيب ده دي ماده في التشاجر، واللائحه ما فيهاش ان ما يطردش، اللائحه كانت ناقصه ما فيهاش ان ما يطردش، فالحكام نفذوا
ايه الخطأ الفني. نعم خدت بال حضرتك؟ نعم الخطأ الفني على المدرب 3 بيطرد. نعم يعني افهم من كلام حضرتك كابتن شديد ان اللائحه اغفلت ذكر اذا كان التكنيكال فاول على الجمهور يتحسب على المدير الفني، ده يتحسب من الثلاثه بتوع عدم الاهليه او لا؟ بس هنا يتحسب من الثلاثه عدم الاهليه، لان اللائحه مش مكمله دي. طب انا باخدها فرصه مع حضرتك اتفضل، علشان ان المفروض تتكمل او يعيد النظر في تكمله اللائحه، ان في الحته دي يا اما الاتحاد يا اما سوري لجنه التسابقات تكمل ان الخطا ده ما يتحسبش من ضمن الطرد او يتحسب. بس انا هنا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني طالما اللائحه لم تذكر، طب انا ليه الحق افسرها في انهي اتجاه؟ بالعكس انا لازم افسرها في الاتجاه اللي فيه سهوله، او يعني زي ما بيقولوا الاتجاه اللي بيبقى فيه رفق شويه، يعني انا يعني الطبيعي ما احسبهمش، انما ان انا اخد بالاشد واللائحه ما بتذكرش، هنا ده اللي فتح الباب للغط، ان انت ليه كحكم في المباراه اخدت بالجزء الشديد بالرغم انه لم يذكر ذلك، ولم يذكر برضه ان انت ما تحسبهمش، بس ليه ما رحتش ان انت قلت لا انا مش هحسبهم؟ ايه السبب؟ يعني ايه اللي خلى الحكام تروح لده؟ هل ده بسبب تقدير الحكم؟ ما هو برضه الموضوع ده حصل فيه لغط كبير جدا يا كابتن شديد. اوكي. بالنسبه لتقدير الحكم، هو الحكم طالما قلنا ان اللائحه تطبق زي القانون، القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول اذا في حاجه مش واضحه، شوف بقى في القانون مش في اللائحه. ومفيش ماده واضحه في القانون، يبقى من حق الحكم الاول انه يتصرف زي ما هو عايز. نعم. على حسب خبرته بقى، وعلى حسب المباراه، ويقرا المباراه ويقرا اهميتها ويقرا، يعني الحكم ده لو خبرته كبيره هيقدر يحدد الحاجه اللي مش موجوده في القانون او في اللائحه، يتصرف زي ما هو عايز. نعم. كتب لحضرتك؟ نعم. ففي الحاله ديت اي قرار يقوله الحكم يعتبر نافذ، لان القانون اباح له كده. اذا حاجه مش واضحه او ما فيهاش تكمله في حاجه، يبقى في الحاله دي هو بيتصرف. نعم. طب يعني من وجهه نظر حضرتك، افهم كده من وجهه نظر حضرتك ان استبعاد الاثنين مدربين يعني ده يعني ماشي مع اللائحه وماشي مع القانون، بس هو ما تمش ذكره، وحضرتك بتقول ريكومنديشن يعني او توصيه ان لازم ينص اللائحه نص مباشر اذا كان يتم استبعادهم ولا لا. استكمل فيها حته صغيره. تمام. ان يا اما الخطا الاخطاء الفنيه اللي على الجمهور تتحسب يطبق عليها نفسي، لا طالما دول عناصر انا ليه حسبت خطا فني يا كابتن هيثم؟ لان دول عناصر من ضمن الفريق، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما اقول العناصر دي ينطبق عليها زي ماده التشاجر وما يستبعدوش، او اقول لا ده حاجه ثانيه ومع السلامه يستبعدوا. نعم. طب كابتن شديد برضو يعني دي تريح الحكم وترحمه من اي يعني يقعد يفكر او يستشير مع المراقب او الحاجات دي كلها. لا الله ينور عليك يا كابتن شديد، حضرتك وضحت لنا يعني طبعا حته كان فيها لغط كبير، وبنشكر حضرتك يا كابتن شديد، وده مش غريب عليك طبعا ان انت توضح لنا يعني حاجه في القانون غايبه عن دماغنا، واتمنى لك كل التوفيق يا كابتن محمد. الله يخليك. شكرا جزيلا كابتن محمد شديد، طبعا الخبير الكبير في التحكيم يعني كره السله والمراقب الدولي ورئيس اللجنه الفنيه في منطقه القاهره، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف من دبي.